بالأساس نحن نتذكر نسف البلد وهدمها عن بكرة أبيها. هذه المناسبة مناسبة جدا مؤلمة في نفوسنا، وخاصة في نفوس أهالينا اللي القسم الساحق منهم تركنا وموجودين اليوم في مقبرة إقرد. مهما نحن نشعر، مهما يكون التعويض، وحتى لو أرجعونا منذ الصباح، لن تكون هنالك راحة بال، لأن أهالينا عانوا الكثير الكثير جراء هذا العمل غير المتوقع.